لقطات بكاميرا مراقبة وثقت لحظة هجوم كلاب الشوارع على أطفال في محافظة البصرة، فنشاهد. الموضوع لم يقف عند هذا الحد، أطفال إحدى مناطق محافظة البصرة تحدثوا عن إصاباتهم نتيجة هجمات الكلاب السائبة عليهم أثناء اللعب، وهناك مناشدات أطلقت من الأهالي لإيجاد حل لما يتعرض له أطفالهم من هجمات متكررة من كلاب الشوارع، فنشاهد. شبيك بابا شبيك؟ هذا شنو هاي؟ كلب بين عضك. وانت شنو سوى لك الكلب؟ انا خمسه منها دارت عليه. وهاي هيك عضنك هاي منها برجلك؟ كم برايس اضربه؟ شو؟ يا ابوي شوف شوف شوف. وانت بابا شو بالله رجلك؟ وهذا الثالث. يا ناس يا عالم، هاي هنا شوفوها. والله ملينا والله العظيم. هاي اليمة مركز الشرطه، يم جامع الامام علي. هاي كلاب خطيه، ما يقدرون الجهال يلعبون هنا بالليل. هذه منطقه منزوعة السلاح منتهية. هاي جهال خطية كلهم. هذا واحد واثنين وهاي ثلاثة، ذولا ثلاثتهم عظم الكلب.